مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. النهاردة إن شاء الله حلقة فيها الكثير من الموضوعات التي تتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة وقطاع الزراعة بصورة عامة، لكن فيها الكثير من الأزمات اللي هنعرضها، وكمان فيها نجاحات أو أمور لازم نتكلم عنها، ونتكلم عن أن الزراعة المصرية لسه في جزء منها بخير. الحقيقة على تويتر كان في حفلة كبيرة جدا من السفراء الأوروبيين في القاهرة بيتكلموا عن محصول مميز جدا في مصر، وهو محصول المانجا. إزاي المانجا المصرية أبهرت الأوروبيين على تويتر؟ قبل عدة أيام السفير النيوزيلندي في القاهرة سافر للإسماعيلية في جولة أو في زيارة إلى محافظة الإسماعيلية لأسباب ما، وقابل هناك مواطن ببيع مانجا على الرصيف أو في الشارع. الحقيقة السفير النيوزيلندي اسمه جريس لويس زار محل الفكهاني ده منه، وده مانجايا من المانجا المصرية تقريبا أحد الأصناف البلدية هناك، ورجع على القاهرة وكتب في رحلة اليوم واحد من القاهرة الإسماعيلية فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر، متسائل وطرح تساؤل وقال: هل تعلم تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو؟ رجع تاني وكتب ونشر صورة الكرتونة، كرتونة مانجو، وشكر فيها اللي الشخص اللي أهداه إياها، معلقا عليها وكتب: وصلني للتو إلى باب منزلي قادما من الإسماعيلية. مش بس كده، سفير كندا عمل رتويت لهذه التغريدة واتكلم عن المانجا المصرية، وقال السفير اسمه جيستا داتون وكتب: انتظر هديتي. ده في رسالة انه محتاج كمان او عاوز هدية من المانجو المصرية. تفاعل الحقيقة رواد تويتر على الموضوع ده، وعملوا إعادة تغريد لتغريدة سفير نيوزيلندا، واحد المصريين كتب: تخيل واحدة من تلك المانجو المصرية الكبيرة مقطعة إلى نصفين ومقلبة في زبدة نيوزيلندي مع القليل من السكر البني من أجل الكراميل. الحقيقة ده كمان أبهر سفير ثالث ودخل على الخط، وهو سفير أستراليا، وطالب أنه يتذوق المانجو المصرية، وسفير نيوزيلندا وعده بأنه يحضر له هدية من المانجو المصرية. الحقيقة دي فرصة كبيرة جدا أن احنا كمصريين نعرف قيمة الزراعة المصرية وقيمة المحاصيل المصرية، خاصة محاصيل زي المانجو زي الفراولة وزي الموالح، الحاجات دي اللي احنا بنتميز، العنب، الحاجات دي اللي احنا فعلا بنتميز فيها. دي دعاية مجانية من دول أوروبية ومن سفراء أوروبيين هنا، بيدونا فرصة ان احنا نفتح أسواق كمان في الخارج في دول أوروبية، والمواطن الأوروبي يعرف يعني ايه محصول المانجا المصرية وطعم المانجا المصرية اللي بتزرع من أكتر من 150 سنة، والحقيقة في أصناف كتير دخلت خلال الفترة الأخيرة سواء أجنبية، والبيئة والمناخ المصري مناسب جدا ليها. الحقيقة على عكس هذا الخبر المبهج لنا وللمزارعين مزارعين المانجا ولهذا القطاع الزراعي، في أزمة كبيرة جدا بتواجه قطاع البطاطس في مصر. الحقيقة هذه الكارثة اللي بيعاني منها مزارعين البطاطس، احنا كبرنامج من سيزرع المليون حذرنا منها من عدة شهور. في فبراير الماضي كلمنا باستفاضة عنها في حلقة واثنين وثلاثة، وكان أبرز اللي اتكلمنا فيه كان حوارنا مع المهندس أحمد الشربيني رئيس منتجي أو رئيس جمعية منتجي البطاطس، وجمعية دي من أقدم الجمعيات الزراعية التعاونية في مصر وتقريبا الشرق الأوسط. هذا الحوار حذرنا فيه من كارثة هتواجه المزارع في الأسعار، وبالفعل المزارع دلوقتي بيبيع كيلو بطاطس بجنيه ونص مقارنة بسعر التكلفة اللي حوالي 3 جنيه. احنا نروح نشوف جزء من هذا الحوار اللي كنا مسجلينه مع المهندس أحمد الشربيني، كان في شهر فبراير 2020، هنشوفه وهنرجع تاني، هيكون معنا المهندس أحمد الشربيني في اتصال هاتفي.
في مشكلة بتواجه مزارعين البطاطس، وهي مشكلة استيراد التقاوي. الأسعار بترتفع بصورة كبيرة جدا، بتسبب لهم خسائر كبيرة مقارنة بتكلفة البيع وتكلفة الإنتاج. حضرتك، هل هناك حل يمكن أن نواجه به هذه المشكلة بعودة اللجنة الوطنية اللي وقفت أو توقفت أعمالها منذ فترة؟ هو طبعا هو ده حل اوحد او اختيار اوحد، ما بلوش حل تاني غير كده، ان لازم برضو انا يعني ذكرت في السؤال اللي فات، ذكرت معالي وزير الزراعه السيد بيه القصير ان هو بدا فعلا كل الملفات اللي انا طرحتها في المؤتمر دي انا سلمتها له، والراجل بيدرس فيها وبدا يتواصلوا معانا ان شاء الله في اتخاذ حلها. وفي نفس الوقت بشكر برضو اللي هو هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه، لان هو برضو يعني كتفه بكتفنا في مشاكل البطاطس، واي مشكله برضو بتواجهنا هو بيتحرك معانا اسرع مما تتخيل. بالنسبه للحل اللي هو بتاع اللجنه العليا للبطاطس المنوط بيها اداره الملف ده في مصر، ده ملف، ده قرار واحد ملوش تاني، يعني ما عندناش حل تاني غير كده. اي حلول تانية اللي حضرتك هتقولها ما مش 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 هيبقى لها اي سبيل نجاح. في مخاوف كتير من المزارعين هذا الموسم من انخفاض الاسعار، خاصه في ظل في زي ما شفنا في الفيديو دلوقتي وتحذيراتنا والمعاناة اللي كان ممكن يواجهها المزارع في هذا الوقت، وبالفعل واجهها دلوقتي. سعر كيلو البطاطس وصل جنيه ونص مقارنة بالتكلفة 3 جنيه. الحقيقة المهندس أحمد الشربيني رئيس جمعية منتجي البطاطس كان قايل في حوار مهم مع زميل أحمد ممدوح في جرنان فيتو أو موقع فيتو، وقال في أن الجهات المعنية فشلت في حماية الفلاحين من تلاعب مستوردين ومستوردي التقاوي، وطالب الرئيس بالتدخل، وكمان طالب بضرورة إقالة مستوردي تقاوي البطاطس من لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية. ودي كارثة كبيرة جدا، زي لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية اللي هي مسؤولة عن استيراد التقاوي فيها أصلا مستوردين. الجزء الثالث إن هو طالب بإسناد استيراد تقاوي البطاطس للقوات المسلحة وبيعها للمزارعين بسعر التكلفة، وحالة ملف إغراق السوق بالتقاوي إلى الرقابة الإدارية. احنا معانا المهندس احمد الشربيني رئيس جمعيه منتجي البطاطس علشان يوضح لنا تفاصيل الازمه. مهندس احمد، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ شعبان. مساء الفل، ازي حضرتك؟ حقيقه تصريحات مهمه جدا حضرتك قلتها معانا في البرنامج من شهر فبراير اللي فات، ولو كان في وقت كنا عرضنا الفيديو كامل علشان نقول للجهات المسؤوله انتوا فين من هذه التحذيرات المستمره، واللي حضرتك برضو قلتها في مجلس النواب، وكمان تصريحات اهم قلتها حضرتك في حوار حضرتك مع زميلنا الاستاذ احمد ممدوح في جريده فيتو. عاوز اعرف من حضرتك احنا دلوقتي وضع البطاطس ايه، ووضع الازمه اللي احنا فيها ايه، وايه الحل ممكن نعمله دلوقتي ونلحق بيه الازمه؟ هو احنا يا استاذ شعبان لو قلنا الحل حد بينفذ لنا طلبات ولا حد بيسمع لنا كلام؟ والله احنا لازم احنا يعني ده دور يعني احنا نوجه. احنا كلنا عندنا حاله ياس، لان طبعا احنا من قبل الازمه ما تحصل، من واحنا في شهر 9 السنه اللي فاتت قلنا يا جماعه الدوله محتاجه كذا طن تقاوي، ده هيكفي التصدير، يكفي السوق المحلي، يكفي التصنيع، وتبقى البطاطس بسعر معتدل الفلاح يقدر يعيش من دخلها والمزارع توصل له بسعر معتدل. تمام، ورفعنا التوصيات دي لكل الاجهزه المعنيه اللي كانت متاحه قدامنا، وهي مجلس النواب والوزاره وزاره الزراعه. تمام، بعد ذلك فوجئنا ان لم ينفذ اي شيء من هذه الطلبات، كل القنوات الرسميه قدامنا مسدوده بفعل فاعل. تمام، كل الكوارث اللي احنا حذرنا منها، يعني احنا من 6 شهور، لان احنا جمعيه العامه لمنتجي البطاطس، احنا اقدم جمعيه في الشرق الاوسط وجمعيه عريقه ومعروفه على مستوى العالم ولها كيانها في كل مكان ما عدا عند المسؤولين اللي موجودين هنا. احنا حضرتك في تعامل، حتى حضرتك كنت في الحوار كنت قايل ان حضرتك قدمت ملف كامل للسيد القصير وزير الزراعه. الوزير بصراحه تقبل المقترحات بتاعتنا بمنتهى الاحترام، واصدر تكليفات بالتعاون معنا ودراسه هذه الامور واخذها بعين الاعتبار، ولكن على ارض الواقع ما حدش تواصل معانا، بل بالعكس
احنا لما بنطلب بنحتاج توصيات معينه بينفذ عكسها. كان احنا في صراع، ما احناش في اتجاه واحد. يعني طب حضرتك قلت ان يعني في تصريحات حضرتك، في تصريحات مهمه قلت فيها ان الجهات المعنيه فشلت في حمايه الفلاحين من تلاعب مستوردي التقاوي. يعني كنت عاوز توضيح الجمله دي. ده الواقع اللي قدامك اللي بيقول كده. الواقع اللي قدامك هو اللي بيقول كده. النهارده الفلاح بيخسر في الفدان 30,000، نفس سنه 2017 بتتكرر 2020. 2017 دخل 156,000 طن، نهايه الموسم البطاطس اتعدمت وراحت لمزارع المواشي. انت السنه دي في 2020 نفس النظام، انتاج رهيب، السوق ما يستوعبوش. كان الموضوع عند مع المزارعين. العند ده حضرتك ده موضوع له ابعاد تانية في منتهى الخطوره، وانا بطالب ان الملف يبقى قدام اعين الرقابه الاداريه. احنا النهارده ما خلاص احنا طلبنا رسمي ان الموضوع يترفع مذكره للرئيس مشفوع بتحريات وبحث من الرقابه الاداريه. شوف كلامنا احنا اللي صح وكلامنا ولا غلط. هل من المنطق ان انت اللي بيستورد التقاوي هو اللي قاعد يحط شروط استناده؟ في دوله في العالم بتقول كده؟ يعني حضرتك اللجنه التقاوي الحاصلات الزراعيه اللي بتتكلم عنها حضرتك فيها مستوردين تقاوي، المستوردين اللي بيستوردوا التقاوي بعضهم اعضاء في هذه اللجنه، ازاي تبقى انت اللي بتستورد التقاوي وانت اللي قاعد تحط شروط استناده؟ ده وضع مش موجود في اي دوله في العالم. كمان كان في يعني دي يا استاذ شعبان، يا استاذ شعبان، الشروط بتتحط ان التقاوي تخش كميات قليله جدا اول الموسم ويجي اخر الموسم يحصل اغراق. الناس اللي تشتري ينفع؟ انا ما شفتش بلد في العالم الفلاح بيشتري التقاوي اول السنه ب 40,000 جنيه وبعدها بثلاث اسابيع زميله يشتريها ب 10,000. ازاي؟ هو ملف، هو الملف. طب في كمان اقتراح من حضرتك ان القوات المسلحه هي اللي تستورد التقاوي وتوزعها على الفلاحين باسعار التكلفه. ما هو خلاص انا فعلا بنطالب ان الهيئه الخدمه الوطنيه التقاوي تخش عن طريقها وتوصل للفلاحين. يا استاذ شعبان احنا عايزين الناس تزرع بسعر واحد زي بعضها. انا بشكر حضرتك جدا المهندس احمد الشربيني رئيس جمعيه منتجي البطاطس، شكرا جزيلا لحضرتك. كمان يعني نقاط مهمه جدا نتكلم فيها المهندس احمد، وهي ان في مستوردين تقاوي موجودين في اعضاء لجنه استيراد التقاوي، فدي كارثه. يعني فين الجهات الرقابيه وفين وزاره الزراعه وفين الجهات المسؤوله الثانيه؟ كمان احنا حذرنا من كام شهر واتكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا يا جماعه في عمليات اغراق للسوق بالتقاوي ولم يتم اتخاذ اي اجراءات حقيقيه يعني في هذا الموضوع، وده تسبب حاليا في أزمة خسارة 30,000 جنيه للفدان من كل مزارع، فدي يعني أزمة كبيرة الحقيقة. شكرا جزيلا للمهندس أحمد الشربيني، ونتمنى يكون في تدخل من وزارة الزراعة والجهات المسؤولة أو الجهات المعنية كما ذكر المهندس أحمد الشربيني. حقيقة في ملف تاني مهم جدا نفرح الناس ونفرح المزارعين والناس اللي مهتمة بالقطاع الزراعي، وهو ان الدكتور محمد فتحي سالم وهو استاذ الزراعة الحيوية في جامعة المنوفية، ده عالم مصري عاش لمدة 30 سنة اشتغل فيهم وعمل خلالهم طوال مسيرته العلمية في انه ازاي يدعم الزراعة المصرية، ازاي يعود بالمحاصيل الزراعيه او الزراعه المصريه الى عصرها السابق، ومن ضمن شغله كان على محصول القطن المصري. عارفين كلنا مسيره القطن المصري من اكبر داعم للاقتصاد المصري الى محصول بنزرع منه 130,000 فدان مقارنه بكام مليون فدان كنا بنزرعهم في الستينيات، ووصلنا لمستوى متردي جدا 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 في هذا المحصول. لكن الدكتور محمد فتحي سالم فاجئنا بتجربة جديدة تقريبا اتكلمنا عنها في بدايتها من فترة، لكن نتائجها كانت مبهرة للغاية. في تجربة الدكتور محمد فتحي سالم الحقيقة نجح انه يوصل لإنتاجية للشجرة الواحدة من القطن ل 150 لوزة. انتم متخيلين ازاي شجرة قطن فيها 150 لوزة؟ بعض الاشجار القطن بتوصل ل 180 لوزه. الحقيقه الناس ما صدقتش ان في انتاجيه ممكن من خلال التجربه دي يوصل ل 150 لوزه، خاصه ان في محافظات الصعيد
التجربة دي تم استخدامها بسماد حيوي اسمه نوفا بلس ونوفا كي، والسماد الحيوي ده دكتور محمد وصل لبعد الكثير من التجارب والكثير من الأبحاث اللي احنا اتكلمنا عنها في قبل كده بصورة بسيطة، لا يعني ما تدهاش حقها زي ما بنقول. احنا معنا الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعة الحيوية. دكتور محمد اهلا بيك، اهلا بيك. تابعنا حضرتك وزيارة حضرتك لمحافظة اسيوط، وان شاء الله يكون لنا زيارة مع حضرتك في محافظة اسيوط. نتائج مبهرة، يعني شفنا المزارعين هم بيتكلموا، وشفنا الحجم الشجرة وطولها وعدد اللوز اللي فيها. الحقيقة انتاج مبهر وعظيم جدا من حضرتك. عاوزين نتكلم ببساطة علشان المزارع المصري يفهم والفلاح المصري يفهم ايه تفاصيل هذه التجربة، وازاي نجحنا ان احنا نوصل انتاجية الشجرة الواحدة من القطن في محافظة الصعيد ل 150 لوزة كمتوسط، في بعض الشجرات وصلت ل 180 واكثر. اتفضل يا دكتور. ربنا يخليك يا شعبان، وبشكرك جدا على المقدمة ديت. احنا كنا مستهدفين يا شعبان 6 اصناف من القطن في مصر. صنف بيتميز بيه محافظات الصعيد من اول اسيوط والدنادر لغايه اسوان، صنف اسمه جيزه 95. ده المزارعين اخر 10 سنين لا يتعدى انتاجيه الفدان من 6 ل 7 امتار للفدان. وبالتالي كان ده سبب ان المزارعين يبعدوا عن الصنف ده وما يزرعوش تاني. مع تدني سعر الامتار في القطن اللي كان بيتحدده وزاره التجاره والصناعه او بالتعاون مع وزاره الزراعه، اما كان الامتار ب 2100 جنيه و 1800 جنيه، اما حضرتك كنت تحسب لو 7 8 امتار بالكتير واضربهم حضرتك في 2000 جنيه يجيب 16000، وانا بجمع ب 5000 وايجار الفدان 10000، تاني ما عملتش حاجه. فعلا. ايه اللي عملناه يا شعبان؟ انك اشتغلنا على الملف ده 3 سنين متتاليه. ازاي نوصل انتاجيه فدان القطن من 16 ل 18 امتار؟ وقلنا للمزارعين ان احنا عشان ندرس الملف ده عندنا في الصعيد حاجه اسمها اجهاد حراري. بمعنى ان درجات الحراره مرتفعه هناك شويه. اتفضل. درجات الحراره مرتفعه وفي رطوبه. درجات الحراره مرتفعه لان بنوصل في 7 و8 درجات حراره تعدي 48 درجه مئويه. اغلب التسجيل بتاع القطن ما يديش لوزه. واللوزه كمان ممكن ما تفتحش، وعندنا امراض في القطن، امراض حشريه. بدينا القصه ان احنا رفعنا خصوبه الاراضي دي بحيث نخلي النبات القطن يوصل طوله من 180 سم ل 2 متر ويديني مجموع خضري قوي ويديني متوسط عدد لوز فوق ال 100 لوزه. لو اداني فوق ال 100 لوزه ووزن اللوزه 3 جرام بس نوصل نعدي الشعبان من 16 ل 18 امتار بسهوله. احنا معانا كمان الفيديوهات بتتعرض على الشاشه دلوقتي كمان يا دكتور. اتفضل. جدا. اتمنى، انا بعيد عن التلفزيون بس انا بحييك جدا. اولا انت صحفي ومذيع صعيدي وعندك الوطن بتاعنا، واحنا عندنا عايزينك تشرفنا بعد 3 اسابيع من النهارده في حقل ارشادي برضه في اسيوط، وحقل ارشادي في كفر الشيخ بتعاون مع وزاره الزراعه. لا احنا ان شاء الله هنروح اسيوط يا دكتور باذن الله. يشرفني ويسعدني. يعني اللي وصلنا له السنه دي، انا الاسبوع ده انا كنت في اسيوط قعدت 5 ايام. انا شفت يا شعبان بسم الله ما شاء الله نتائج باهره. احنا قدامنا النتائج كمان وشفنا يا دكتور مع حضرتك يعني. الحمد لله. يعني فوصلنا انتاجيه ان لما نوصل من 16 ل 18 امتار، والامتار لو بسعر متوسط 2500 جنيه زي ما الدوله هتحدده، اذا ممكن ابيع قطن الشعبان بحوالي 45000 جنيه. لو طلعت 45000 جنيه للفدان. الفدان لو طلعت مصاريفي من 10 ل 12000 جنيه، انا ممكن اكسب متوسط من 32 ل 33000 جنيه صافي. يعني اعتبر الفدان صافي 30000 جنيه. طب انطباع يا دكتور انطباع المزارعين هناك ايه؟ مبهورين، وانا بدعوك انك تكلم معاهم. يا ريت الزملاء في الاعداد يدخلونا المهندس علي ابو الحارس، هو احد المزارعين هناك باستخدام السماد الحيوي. اتفضل يا دكتور. اما اشتغلنا على القطن حيوي كان عندنا هاجس كبير يا شعبان ان محافظات الشمال الصعيد اللي ما بيزرعش قصب ما بيكسبش. فعلا. فقلنا عايزين نوطن ان القطن يبقى محصول كاش كروب
وما جالنا لجنه محترمه من وزاره الزراعه شافوا بنفسهم النتائج اشادوا بيها، وكانوا هما برضو مبهورين بالمقارنه ان جنب مننا في الاراضي دي. يعني استاذ علي ابو الحارس لما يكلمك هيقول لك عندنا مساحات ناس ثلاث حقول ارشاديه جنبينا كيماوي لا يتعدى 4 امتار من الفدان، جنبينا حد بحد وزارع تاني زارع كيماوي زعلان على الوضع بتاعه بيقول لك انا ما عنديش في النبات كله 18 20 لوزه، انتوا ازاي جايبين 130 و140 لوزه؟ المزارعين والشعبان ده اللي انا متبنيه في مصر، ان نعمل حقول ارشاديه ويبقى التدريب عن طريق مدارس عقليه، الفلاح يشوف حق ارشادي تاني هو يتعلم اوتوماتيك. وبحيي من عندك هنا الحاج محمد العمده، لان هو خد تجربه معانا، راجل مزارع محترم، ومهندس علي ابو الحارس، وكل الناس اللي كانوا في اسيوط. يعني عندنا في مركز في قريه الزرابي دي ومركز ابو تيك، الناس دلوقتي بقى في حراك، الناس هناك عندهم، وعندهم مزارع كبير برضه اسمه محمد عقرب. عندنا مزارعين كتير اتبنوا الفكره والشعبان ان هو تعالى نزرع زراعه حديثه بقى، بلاش احتباء خساير بس نزرع باسلوب علمي. احنا ان شاء الله كمان احنا ان شاء الله انظرهم يا دكتور باذن واحد احد. يعني انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا مشاهدينا يعني شفنا نتائج هذه التجربه، وان شاء الله هيكون في زياره لاسيوط من ارض الواقع. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا موضوع مهم جدا وهو انهيار اسعار الدواجن في مصر مع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعب الدواجن بالغرفه التجاريه بالقاهره. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا.